هذا وعقدت سعادة السيدة آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني اجتماع عمل مشترك مع سعادة السيدة ميمونة أحمد شريف المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في مقر الأمم المتحدة بنيويورك. وخلال اللقاء تم بحث عدد من الموضوعات ذات الصلة بقطاعات الإسكان والتخطيط الحضري المطروحة في اجتماعات المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة، كما جرى استعراض نتائج اجتماعات موئل الأمم المتحدة والذي عقد الشهر الماضي في العاصمة الكينية نيروبي، وحرص مملكة البحرين على مشاركة عدد من الدول في إصدار قرار مشترك يتضمن أهمية توفير مقومات استدامة توفير الخدمات الإسكانية للمواطنين. وقد تطرقت سعادة الوزيرة الرميحي إلى أبرز مستجدات البرامج الإسكانية والتي استحدثتها الوزارة مؤخرا لتوفير خدمات فورية للمواطنين بالشراكة مع القطاع الخاص. وأشارت الوزيرة إلى النتائج الإيجابية التي حققها معرض التمويلات الإسكانية في نسخته الثانية في شهر يونيو الماضي، والذي فاق عدد زواره 24 ألف زائر. من جهتها جددت المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية إشادتها بجهود البحرين في توفير الخدمات الإسكانية للمواطنين من خلال انتهاج سياسات متعددة المحاور، وهو الأمر الذي اطلعت عليه خلال زيارتها الأخيرة إلى المملكة في الربع الأول من هذا العام.